ماذا عن الدول الأوروبية؟ إلى أي مدى يمكن أن تستفيد من هذا التباطؤ أو الاضطراب الذي تشهده السوق الاقتصادية الصينية؟ بالطبع الدول الأوروبية تركز حاليا على روسيا وحرب أوكرانيا، وأيضا هم يأخذون في الاعتبار التطورات الاقتصادية في الصين. بالطبع ليس هناك دولة واحدة في العالم تستطيع أن تقدم نمو اقتصادي مرتفع في هذه الفترة. بعض الخبراء يرون بأن الأرقام الرسمية لدى الصين والاقتصاد الصيني ستكون مختلفة. وبالنسبة للسؤال بالنسبة لدول الغرب وكيف تستفيد من ذلك، أعتقد بأن هناك حرص وتردد لديها، لأن هناك العديد من التحديات المختلفة في الوقت الحالي. كما ذكر زميلي من الولايات المتحدة، العديد من الشركات تنظر إلى بدائل وتنوع في خطط التصنيع. هم لا يريدون الاعتماد بشكل مبالغ فيه على الصين، والمستثمرون يتفاجؤون أو تفاجؤوا من بعض الإجراءات والتدابير التي اتخذت من قبل الحكومة الصينية. على سبيل المثال، من بين التدابير المفاجئة والمبررة بالأمن القومي وسياسات الأمن القومي وأسباب لها علاقة بمصالح الأمن القومي، ومن ثم فإن هذا المصطلح فنيا غير واضح وغير معرف، ويمكن أن يستخدم من قبل الدولة فجأة. بعض دول الغرب تحاول التنويع في جنوب شرق آسيا ووسط آسيا، حتى في الدول العربية بالفعل هناك أيضا بعض التطورات. عودة إلى أوروبا، الأمر ليس ملموس حاليا، ولكن هناك تغيير في الإنتاج مرة أخرى ليعود إلى أوروبا، ويكون الاعتماد أقل على الصين في الوقت الحالي. ونرى أيضا نقطة تحول في شنغهاي بسبب الوباء والإغلاق. كان هناك بعض المخاطر التي ظهرت من القاع إلى السطح بسبب مثل هذه الأزمات.